هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. اعزائي طلبه الصف الرابع الاعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغه الانجليزيه. اوبن يور اكتيفيتي بوك اون بيج 121، صفحه 121. يونت 7 ليسن 6 اكسرسايز 8. ريد اباوت ذا ادفانتجز، اقرا حول الفوائد اون ذيس ادفانتجز وعدم الفوائد اوف اونلاين شوبينج، حول التسوق على الانترنت. Is the author mostly for or against it؟ هل الكاتب هو مع او ضد التسوق على الانترنت؟ Online shopping، التسوق على الانترنت. More and more families، الكثير من العوائل are getting computers، لديها حواسيب and internet access، وشبكات الانترنت. And many adults، والكثير من البالغين and teenagers، والمراهقين are buying، يشترون products، الاشياء اونلاين على الانترنت. Many people، الكثير من الناس think online، يعتقدون بان التسوق على الانترنت online shopping is wonderful، هو رائع. But لكن many others، لكن الكثير الآخرون don't like it، لا يحبونه. Or are afraid، أو يخشون to try it out، أن يجربونه. Let's look at some، دعنا نلاحظ أو نلقي نظرة at some of the reasons، حول بعض الأسباب why، لماذا. Shopping online، التسوق على الإنترنت is easier، هو أسهل. Done shopping، من التسوق on a shape، في الصورة الطبيعية. One reason for this، أحد الأسباب is، هو you don't have to leave your home، هو أنت لا تحتاج لأن تترك بيتك. Have you ever driven، هل أنت سقت السيارة or walked أو مشيت from shop to shop، من shop to shop، من محل لآخر، من محل لمحل. Looking for، باحثا عن something، شيء ما. Very special، جدا خاص. And come home، وتأتي إلى البيت. Exhausted، منهكا. At the end، في النهاية. Of the day، في نهاية اليوم. With online، مع التسوق على الانترنت shopping، you can visit، بإمكانك زيارة hundreds of stores، مئات المخازن أو المحلات from your home، من بيتك. It is also، إنه أيضا easier، يكون سهلا. Because، بسبب. You don't have to، لا يتوجب عليك carry heavy، أن تحمل heavy shopping bags، تحمل حقيبة كبيرة للتسوق. When you go to the mall، عندما تذهب إلى المول، you have to، يتوجب عليك carry، حمل everything with you، أي شيء، كل شيء معك. You may try، أنت قد تحاول، try to do، أنت تعمل a lot of shopping، الكثير من التسوق at once، حالا. To save time، للحرص أو الحفاظ على الوقت. Your bags، حقائبك get heavier، تكون أثقل. And you get tired، وأنت تكون متعبا. If you buy، إذا اشتريت what you need online، ماذا تحتاجه على الإنترنت. It is delivered، إنه خدمة، يوصل لك بخدمة التوصيل. To your house، to your house، إلى بيتك. And you don't need، ولا تحتاج to carry it، أن تحمله at all، أبدا. Another reason، سبب آخر. People like shopping online، الناس تحب التسوق على الإنترنت. Is that can be، ممكن أن يكون less expensive، أقل غلاء. Shopkeepers، أصحاب المحلات، spend money، يصرفون المال. To take care، لأن يعتنوا of their shops، بمحلاتهم. Because، بسبب of this، لهذا. They often، هم غالبا
charge more يشحنون الكثير for their products لمنتوجاتهم products المنتوجات that you buy التي تشتريها online على الانترنت often غالبا don't come from لا تأتي من real shop من محلات صح حقيقية so لذلك they can cost لذلك هي قد تكلف less أقل It is also أنه أيضا either سهلا to compare لمقارنة prices لمقارنة الأسعار on the internet في الانترنت to find the lowest one لإيجاد الأقل However على أي حال there are disadvantages هنالك عدم فوائد to shopping online في التسوق على الانترنت واحدة منها is that هو هي You can be disappointed أن تكون محبطاً when the products عندما تصل products arrives تصل المنتوجات this can happen هذا كان قد يحصل because بسبب you can't see or touch لأنك لا ترى أو touch تلمس the real products المنتوجات الحقيقية when you shop online عندما تتسوق على الإنترنت you can only look at a picture ممكن أن تنظر إلى الصورة This is usually هذا عادة not problem هذا ليس مشكلة If you buy a book عندما تشتري كتابا or a computer game أو لعبة كمبيوتر But imagine لكن تخيل what can happen ماذا سوف يحصل أو ماذا قد يحصل if you buy shoes online عندما تشتري حذاء على الانترنت they may be too big قد تكون جدا كبير or too small أو جدا صغيرة if you open your box إذا أنت تفتح الصندوق and find your new toy تجد لعبتك الجديدة is broken مكسورة you really feel bad أنت قد تشعر بالسوء Is it safe? هل هو آمن to buy online أن تكون أن تشتري على الإنترنت? Can people find out? ممكن الناس أن تجد information معلومات about حول you and steal أنت وsteal تسرق your money تسرق مالك? Yes نعم they can بالإمكان أن يكون ذلك if you are not careful إذا لم تكن حذرا. You should always أنت بإمكانك أنت should always أنت يجب دائما make sure أن تتأكد you are shopping بأنك تتسوق on a safe site على موقع آمن if there is إذا كان هنالك a little picture القليل من الصور of a look at the bottom of a bottom مع قليل من الأزرار of your screen على الشاشة The site, الموقع is safe, يكون الموقع آمنا. Shopping online, التسوق على الانترنت can have disadvantages. ممكن أن يكون عدم بدون فوائد. However, على أي حال, if you think carefully, إذا أنت تكون حذرا about حول what you buy, ماذا سوف تشتري and where you buy, وأين تشتري it. It can save أنه قد أنه من الممكن أن يكون آمنا your time يكون حافظا لوقتك and money ومالك Exercise B Highlight the important parts أكد على الأجزاء المهمة of the text من النص then write a summary وبعدها أكتب ملخصا of the main points على النقاط الرئيسية يعني لما عندك نوبات من مراجعة النص والتركيز على النقاط الرئيسية هنا الطالب يكتبها وبعدها يعني يكتب على شكل ملخص وهذا نشاط يعني بيتي للطالب عندنا exercise C work with two partners أعمل مع زميلين say all what you think ماذا أنت تعتقد about shopping online حول التسوق على الانترنت think about فكر حوله
what the text said, ماذا يقول النص, and these questions, وهذه الأسئلة. طبعا نريد ما عندنا بهذا التمرين الجواب على الأسئلة. Number one, what kinds of things, أي الأشياء, أي أنواع الأشياء can you buy online, التي ممكن أن تشتريها على الإنترنت. طبعا هنا الجواب مالته all things, كل الأشياء. Two, do you agree, هل توافق with the advantages, مع الفوائد discussed in the text, مع الفوائد التي حول التسوق التي تمت مناقشتها في النص. Yes, طبعا موافق. Yes, I do. Can you think, ممكن أن تعتقد of any other advantage, ممكن أن تثق بأي من باقي المضار. Yes, طبعا ببعض المضار. Do you agree, هل توافق with the disadvantage, مع عدم الفوائد discussed in the text, هل توافق مع عدم الفوائد التي موجودة في النص على في التسوق على الانترنت. Yes, I do. نعم. Can you think, ممكن أن تعتقد of any other disadvantages, مع يعني هل توافق أو تعتقد بأن هنالك مضار أخرى. Yes, نعم. Do you like, هل تحب going to shops, الذهاب إلى الأسواق. Why, لماذا. Why not, لماذا لا. Yes, I do, طبعا نعم. Because it is nice, لأنها جميلة أو رائعة. Have you ever bought any online, anything online, هل أنت اشتريت بعض الأشياء على في التسوق على الإنترنت. Yes, I have. نعم. Would you like to, هل تحب ذلك. Yes, I do. Yes, I have. أو yes, I would. وطبعا هاي الأجوبة على الموضوع. Number one, all things. Two, yes. Three, no. Four, yes. Five, no. Why, yes. Six, yes, because it is fantastic. Or seven, yes, I have. Or eight, yes. وهذا كل ما موجود درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة. Meet you next time.